انت السبب اللي مكتوب بالجرايد اليوم، تعرفي هالشي ما؟ انت تعنطيني بظهري ورحتي بعتي هديك الارض بدون علمي. بس الارض الي. هيك صار الحكي. بس ما كانت صارت الارض اليك لو ما لعبتوا من ورائي. بس ما بهمني، لما بيجوا الصحفية بيسألوني رح احكي كل شي. لك شو بدك تحكي؟ رح تقلن ما قدرنا نصير عيلة لهلا؟ رح تقلن انا بعامل مرتي وابني مثل ما بدير شركتي؟ 34 سنة ولهلا ما بسوى عندك 34 قرش. هلا ماني ناقص مسخرتك، عم نحكي عن مليون ليرة، ما 34 قرش. استاذ اجرى ضيف لعندكم. مين؟ مهند خزندار اوغلو. عدنان بيك بلش يفكر باللي قلته، ما هيك؟ لا عمي، ما بيعرف اني اجيت وما بدي اياه يعرف. بدي اسمع منيح منك سبب البهدلة اللي صارت مبارح. تفضل. آسف لأني اجيت بدون موعد. وحلمي راح على العرس بدون دعوة كمان، ما أنا مشكلة. أنا رح أترككم لحالكم. ممكن تفهمني كل شي حلمي بيك؟ اللف والدوران أنا ما بحبهم بنوب. أنا أجيت مبارح حتى نبهكم، هالعيلة أخطر مما بتتوقع. بيقولوا عنهم عيلة مالك بيك للنصب، وهنن عصابة، عصابة. طبعاً الأم فيروز على راسهم، هنن اللي حرقوا لابني، وهلأ دور عدنان بيك. لك ما كان في ولا صحفي جوا، لهلأ ما بعرف مين صور هالصورة. يي؟ شو هالحكي؟ أنا كتير استغربت، في شي صحفي استغل هالدوشة؟ بس هالصورة مالا لمحترف، هاي مصورينا على الموبايل، أكيد واحد من المعازيم صورها. لا حبيبتي مو معقول هالحكي. لك معقول شو ما شفتيها؟ نفس الصورة بكل الجرايد. يا حرام والله زعلتيني. بس أنا رح أسأل عن الموضوع ورح خلي رفقاتي يسألوا، رح نشوف مين اللي بعت هالصورة. ماشي، إذا عرفتي شي خبريني. ماشي حبيبتي ولا يهمك. ما رح أرتاح حتى أعرف مين يلي عمل هالشي. انتي بتعرفيني، بس حط شي براسي. يلا مع السلامة. لك كذابة، إذا ما كانت هي أنا ماني فيروز. الناس بتنسى المكتوب بالجرايد، بس يا ترى نحنا كيف رح ننسى؟ كل الناس انصدمت فينا. هي فردت حلقي الألماس ضاعت هني. يا لطيف يا لطيف، بدي أفهم شو صار لنا. اتصلتي بشغيلة عدنان بيك؟ اتصلت، عم بقولوا ما لقوا، قالوا دوروا بكل جنينة. يلي لقاه حطه بجيبته. يا ربي، حاكي الصايغ وقولي له جاي لعنده. أمرك يا خانم. أول شي لسمر. شكراً كتير حياتي. عملتلك بيض بالخضر، عطيني رأيك. سلم هالإيدين بشهي. بس بابا ما حبيت كتر لك دسم. لك يسلموا، هيك كنت أقرصها وهي صغيرة. وأنا بصغاري كنت أقرص. بس 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 كنت أحكي ويضحكوا علي. بشير كان هيك، حتى كان أسنانه فرق والحكي يطلع كتير غريب معه. تستم 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 تستم. حرام بشير، لك شفته كيف أحمر؟ صحة وهنا. شكراً. شفتوا كيف؟ خجل. لك مو مزبوط هالحكي يا بشير. شو على طول بيمزحوا معك بشير؟ مو مشكلة. أنا ما بسخن فيه، ما أنا غيره، ما في. صحتين وعافية. يسلموا. شكرا. هن كبروا مع بعضهم وبشير تحمل دلالهم كتير. أنا ما كان عندي لعبة غير بشير لحتى كبرت. لا عيب تحكي هيك. ما بسخفي، ما في غيره، ما في. شو صار يا بنتي؟
والله بدي هد هالبيت على راسهم. اي اهدي اهدي. نهال عم تعصبني، عم تفرق بيناتنا. روح انت بشير وانا جنبها ما شايفتني، ولك انه نحن ربينا مع بعضنا البعض. صرت عم بكرهن اتنيناتن. شو هاتيا؟ شو جنت هالبنت؟ وقفي شوي وقفي، لا تضغطي عليها، واضح انها عم تغار من نهال. Thank you.